أشادت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات السيدة فيولا فون كرامون بطريقة إدارة الانتخابات التي جرت قبل يومين، مؤكدة خلال مؤتمر صحفي عقد في بغداد بأن مراقبي الاتحاد الأوروبي لم يرصدوا أي خروقات ولم يكن هنالك أي تأثيرات على إرادة الناخب. أود أن أوضح بأن الانتخابات البرلمانية المبكرة لعام 2021 كانت تدار بشكل جيد من الناحية الفنية والتنافسية، على الرغم من التحديات فيما يتعلق بتكافؤ الفرص للمرشحين والجوانب الإشكالية للإطار القانوني، كما أن التصويت في يوم الانتخابات كان سليماً ومنظماً إلى حد كبير، وكان الناخبون قادرين على التعبير عن إرادتهم بحرية، لكن الإقبال كان منخفضاً، وقام حوالي 100 راصد من الاتحاد الأوروبي بتقييم العملية بشكل إيجابي للغالبية العظمى من محطات الاقتراع التي تم رصدها. ومع ذلك يحتوي الإطار القانوني على بعض القيود الغير مبررة على الحقوق الانتخابية والعديد من الجوانب العملية الانتخابية الغير منظمة. وبالرغم من احترام الحريات الأساسية للحملات الانتخابية بشكل عام، كانت هناك تحديات فيما يتعلق بتكافؤ الفرص بين المرشحين. من المهم أن نلاحظ أن هذه النتائج التي توصلت إليها بعثة الاتحاد الأوروبي لرصد الانتخابات تغطي العملية الانتخابية حتى الآن، وإن العملية الشاملة لا تزال جارية نظراً لإعلان النتائج الأولية من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.